صباحنا لليوم من عالم الرياضة وتحديدا السباحة مع بطل حمل اسم بلده بالعالي وحمل جوائز تثبت انه الشعب السوري موجود ومبدع رغم كل الظروف يلي مر فيها. ليا بيقولوا علموا اولادكم السباحة والرماية أو ركوب الخيل. قهر المتوسط البطل العالمي فراس معلا اللي كرم مؤخرا بتشيك وتحديدا براغ من قبل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والدولية بأعلى جائزة رياضية بالعالم. يسعد صباحك. الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك البطل فراس معلا. يعني بالبداية خلينا نحكي عن يمكن حصولك على الجائزة وتكريمك ببراغ. طبعا كان في جمعيه عموميه لاتحاد اللجان الاولمبيه بالعالم، حضروا كل رؤساء اللجان الاولمبيه وامناء سر اللجان الاولمبيه والاتحادات الدوليه بالعالم، تقريبا شيء 1500 شخص كان حضران التكريم. طبعا نتيجه انه انا امين عام لجنه اولمبيه واستمريت بحياتي الرياضيه وحققت الميداليه البرونزيه ببطوله العالم بالماستر بهنغاريا من شهرين تقريبا. فهي حاله انه نادره انه يكون شخص قيادي، معروف انه كل الرياضيين ما بيتحولوا للعمل الاداري فبيتركوا يعني طريق الانجازات وبصيروا بيستمروا بالعمل القيادي تبعهم. فانا بالرغم من انه كنت ما زلت امين عام لجنه اولمبيه ورئيس اتحاد السباحه بسوريا استمريت بالحياه الرياضيه وحققت المركز هذا. ان شاء الله الف مبروك يا رب. اكيد يعني جائزه بنفتخر فيها كلنا السوريين، ويمكن لمست هذا الشيء فراس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن السوريين الموجودين كمان اللي كانوا دائما عم يرددوا اسمك انه بفخر. كيف لقيت الاصداء لما رجعت من براغ؟ شو اكثر موقف انحفر بالذاكره او اي كلمه انحفرت بالذاكره؟ هلا اكيد قبل ما اجي من براغ انا لاحظت الكم الهائل من الشكر والمباركات اللي بهالجائزه، هي لانه هي اعلى جائزه رياضيه وكان من قبل رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه سيد توماس باخ ورئيس اتحاد اللجان الاولمبيه الوطنيه اللي هو الشيخ احمد فهد الصباح. دول الاثنين هن اعلى شخصيات رياضيه بالعالم قياديه. فقبل ما اجي عم يعني تفاجات بالحجم من الشكر والامتنان من قبل الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبصراحة أنا هذا الشيء كثير قليل أنا بحسه قدام الشهداء اللي عم يقدموا شيء لبلدنا. يعني الشهيد عم يقدم أغلى شيء ما عنده، دمه، لحتى نحن نبقى موجودين. يعني لو ما لأولاهم نحن ما أنا موجودين، لأولاهم نحن ما وصلنا حتى انتصرت سوريا حاليا. صحيح. فأكيد نحن أنا كثير بكون بحس حالي إنه ولا شيء عم أقدمه لبلدي قدامنا عم يقدموا شهدائنا وجيشنا العربي السوري. الله يحميك يا رب والله يرحم جميع شهدائنا. فراس خلينا ننتقل ونشوف هالتقرير ونرجع نكفي حديثنا. من عروس البحر اللاذقية وبين كل موجة وموجة ولد شغف السباحة عند البطل فراس معلا. لم تكن دراسته الأكاديمية مرتبطة بحبه للرياضة والسباحة، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس بالحقوق، لكن حلمه تجاوز حدود بلاده ليمثلها خارجاً، رافعاً العلم السوري ومحققاً رقم البطولة الأول والميداليات أكثر من مرة. عام 1990 أحرز المركز الأول في سباق كابري نابولي الإيطالي سابحاً مسافة 34 كيلومتراً، بطولة العرب من عام 1991 حتى عام 2003، المركز الخامس في بطولة العالم للمحترفين في فرنسا والرابع في بطولة العالم في اليابان عام 1998. هو بطل آسيا 2002 وثاني آسيا عام 2004. عبر البحر بين قبرص وسوريا بعد قطع مسافة 110 كيلومتر والسباحة المتواصلة لمدة 46 ساعة متواصلة أيضاً. البطل فراس معلا حصل مؤخراً على المركز الثالث على العالم من أصل 108 سباح عالمي في بطولة الثلاثة كيلومتر في هنغاريا للماسترز عام 2017، ورفع علم سوريا برسالة مفادها أن السوريين مبدعون رغم الإرهاب والتآمر عليها، سيبقى نبض الحياة والرياضة والإبداع أقوى. البطل فراس معلا لم يقف شغفه وحبه للسباحة عند نفسه فقط،
فهو المتدرب والمدرب ويشرف على السباحين شخصيا، ومن هنا كانت الأكاديمية لتعليم السباحة متاحة لجميع من عشق السباحة وكان له فراس قدوة وبطل. يعني فراس قد ما حكينا بالتقرير منضل ما بنقدر نحصي كل شيء عملته طبعا هي المسيره بالرياضه، شغفك بالسباحه هو يعني حب مانو مجرد هوايه عاديه. خلينا نحكي عن كمان البطوله الماسترز بهنغاريا اللي حصلت فيها على المركز الثالث، نحكي عنها شوي كمان نضوي عليها شوي. طبعا هي اول مره سباح سوري بيشارك بطوله عام الماستر. أنا بدأت التحضير إلى بعام 2015 لما أقيمت آخر بطولة بكازان بروسيا. هي كل سنتين بتصير، بتكون موازية مع بطولات السباحة العادية يعني. فمن 2015 سنتين أنا عم بتمرن كل يوم بحدود 6-7 ساعات. طبعا هي ما كانت سهلة إنه أنا ارجع شارك بعد انقطاع 10 سنوات عن المشاركات. هي كانت أول يمكن أول مشاركة بعد 2007. كثير. فعشر سنين. يعني فكان هون صعوبتها انه انا صار لي 10 سنين ماني مشارك قدام سباحين، يعني توقعت اشارك 40-50 سباح. فلما قبل ما اسافر الاسبوع شفت القائمه هي 108 سباحين، بصراحه يعني انتابني نوع من الخوف انه 108 سباحين انا حشارك معهم، ويعني وصل لي زمان ما بعرف مستوياتهم، بعرف انه عم يشاركوا هن البطولات مستمرين بالمشاركات، انا منقطع 10 سنين. هلا بصراحه لاول مره بنزل على سبق ما بكون حاسس بالتوتر، يعني انا بالعاده قبل بيوم بكون متوتر نوعا ما، فلاول مره بكون عادي يعني انه ماني حاسس بالتوتر. وبالفعل كان معي استاذ صلاح رمضان رئيس اتحاد كره القدم اللي هو دائما بيرافقني بسباقاتي من زمان، وكان معي اخي همام، فقالوا انه 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 مانك شاعر بتوتر، او قلت لهم لا ابدا يعني. ونزلت على السبق يمكن قبل البدايه بدقيقتين حسيت هذاك الشعور نفسه اللي كان لما كنت شارك، بس حطيت انه انا لازم انه اجيب من اول ثلاثه لانه متمرن منيح وعامل اللي علي يعني واكثر كمان. والحمد لله يعني بعد انقطاع 10 سنوات ومركز ثالث، مركز لو انه مثلا كان فيه كمان فاكيد يعني لو انه كنت مشارك وماني مشارك ولا ببطوله يعني لا دوليه او حتى نتيجه ممتازه يعني ان شاء الله الف مبروك. هلا اكيد كان انا كنت اطمح للمركز الاول، لكن كمان مركز ثالث هو بعتبره مركز كثير منيح ورائع، وطموحي طبعا للذهبيه بالعام 2019 ان شاء الله يا رب بتحصل دائما على المراكز الاولى اكيد ما عندنا شك. كثير من المشاهدين وكثير من السوريين وحتى يمكن في عندك ناس المعجبين بفراس معلا في بالخارج بحبوا يعرفوا تفاصيل عن حياته اليوميه، بحبوا يكونوا يمكن مثل ما ذكرنا بالتقرير انه في كثير من الاطفال، في كثير من الشباب انه انا بدي اصير مثل فراس، انا بدي اكون بطل مثل فراس. يمكن شو خلينا نحكي عن هاي التفاصيل لحتى هن يكون يعني ليش فراس هو القدوه تبعهم. هلا اكيد الحياه تبعي ما هي حياه اي شخص عادي، يمكن فيها كثير نوع من الالتزام والانضباط. يعني انا حياتي اللي كانت قبل 30 سنه قبل 20 سنه خلال مشاركاتي هي نفسها هلا، وهي صعبه نوعا ما لانه ما في حياه اجتماعيه، ما في سهر، ما في روحات، ما في جيات، في نظام واحد، فنظام يعني كمبيوتر وماشي يعني. فالصبح في الساعه 5:30 بفطر شوي، بروح على تمرين الصباحي ساعتين، بعدين بروح من التمرين على شغلي للساعة 1:30 2، برجع على البيت بتغدى برتاح شوي نص ساعة وبرجع على التمرين المساء. التمرين المساء هو عبارة عن تمرينين، يعني ساعة ونص سباحة وساعة ونص بصالة الجيم تبع أخي جيم معلا، بين كارديو وحركات تقوية يعني ثلاث ساعات، زين بخلص تمرين 6:30 تقريبا، بعد لي ساعة ساعة ونص وبنام الساعة 9 بكون نايم. يعني هيك يعني بكير وبنام بكير. والأكل شو وضعه؟ يعني الأكل أكيد كمان نظام غذائي. في نظام غذائي طبعا أكيد محدد. يعني ما بتاكل ورق عنب و لا بلا يعني طبعا أكيد وشاورما أكيد طبعا باكل شو ما كان يعني. أوكي. المساء العشاء بيكون يعني عشاء خفيف وشغلات خضار وفواكه وهالأمور هي كلياتها، والنوم 9 9:30 يعني، فلهيك الحياة شوي إنه
صعبة نوعا ما علي يعني، بس تعودت عليها، صار لي من اول صغير ماشي عليها. يمكن بدل الدراسة هلا شغل، انه كنت روح على المدرسة هلا شغلي هو المدرسة يعني. بتابع السباحين بالمسبح، بتابع رئيس اتحاد السباحة، بتابعهم تدريباتهم مع المدربين، بناقش خطط تدريباتهم ومشاركاتهم الخارجية. وهي السنة استطاعت السباحة السورية بالفعل انها تكون مميزة على مستوى عالمي من خلالي، على مستوى آسيوي من خلال البطلة بيان جمعة وآزاد برازي وأيمن كلزية، وعلى مستوى قاري هي بطولة التضامن الإسلامي كمان نفس السباحين، وعبر كمان سباحنا صالح محمد بمشاركاته العديدة. فعم تابع السباحين، وفي عندنا سباحين صغار مثل ما تفضلتوا بالاكاديميه اللي عم نساويها، او المركز الوطني للسباحه. كيف بتعاملوا؟ كن قاسي عليهم كاخوات؟ لا ابدا، كاخوات ورفقات الي يعني اكيد، لكن اكيد في بكون شوي حد معهم بحال تقصيرهم بالتدريب تبعهم. هلا بالبطولات انا بطلب منهم يقدموا اللي عليهم، طبعا ما بطلب اكثر من هذا، من فوق طاقتهم. فأنا توجوا بتشكرون، وإن ما توجوا بشد عذرهم، إنه يلا إن شاء الله البطولة الجاية بتكونوا أحسن. طيب فراس، خلينا نحكي شوي، عم حكيت لنا عن روتين الحياة بالشكل اليومي. لما يكون عندك مشاركة ببطولة عالمية مثلا، بيتغير نظام الحياة؟ بصير تكثيف أكثر للتدريبات؟ لا أبدا، يعني التدريبات هي كل يوم عندي إياها بين 6 ساعات و7 ساعات يعني، فهذا هو نظامي التدريبي يعني، كل يوم ساعتين الصبح، 4 ساعات لـ5 ساعات مساء، يعني هالحدود هذا. ممكن يزيد شوي فترات السباحة أكثر بتصير قبل البطولة بشهر، بيصير تكثيف بالسباحة، وأقل بصالة الجيم يعني بيكون أقل شوي بصير. بس هذا حياتي وأنا مبسوط فيه الحمد لله يعني. بحس إنه يعني مرات بروح على الإية مثلا كل شهرين ثلاثة، ما بقدر اسهر اكثر من الساعة 10 يعني، بكون خلص بدي نام. خلص حتى بالسياحة بدك تنام بكير. بدي نام بكير يعني، خلص نظام حياة هو الي، وتأقلم جسمي معه يعني. لما بيصير في خلل بالنظام جسمي بيتعب، بحس انه في تعب صار بجسمي يعني. تعودت عليه يعني. نعم فراس، خلينا نحكي اكثر، يمكن في عنا مهارات بالسباحة، في عنا ناس متابعين، في عنا اكاديميين يمكن عم يدربوا صح، وعنا يمكن عنا دورات وعنا بطولات ان كانت محلية وان كانت على مستوى، ولكن اليوم رياضة السباحة قديش بدها دعم اكثر؟ قديش يمكن دائما بتطلبوا انه خليها تندعم اكثر، يمكن خليها يتضوى عليها بشكل اكبر؟ هلا اكيد انا بقول انه السباحه هي من اصعب لعبه بكل الالعاب، لانه انت عم بتنافس اول شيء بوسط غير الوسط اللي عايش فيه الشخص، وثاني شيء التدريب تبعه صعب يعني، ضروري كل يوم يكون صبح ومساء يعني، يمكن يوم واحد جمعه هو استراحه، بقيه الايام صباحي ومسائي، غير العاب بيدربوا مره او مرتين صبح ومساء، وبقيه الايام مره واحده، والوسط اللي هن عايشين فيه يعني. فلهيك هي مملة، هي رياضة مملة يعني، واحد بالمي طول الوقت وشه بالمي عم ينافس حاله، بس حاله مثل السمكة، حتى بيتعود يمكن فراس، ما عاد فيك إلا بالمي إجباري هلا، كل يوم لازم انزل يعني، حتى يوم الجمعة أو حتى يوم الجمعة لازم يوم الجمعة أروح أسبح ربع ساعة ونص ساعة، إذا ما سبحت بصيرني وجع راس بصراحة يعني. عنجد؟ إيه يعني لازم انزل على المي ولو شوي يعني. برجك مائي؟ القوس. لا ما لا. طيب فراس، خبرنا عن البطولات اللي عم تحضر لها. هلا اكيد في بطولات كثيره، انا يمكن كانت الخطا اللي ارتكبتها بحياتي انه بعدت عن جو المنافسات. يعني انا بطل وعايش حياه بطوله، فلازم ما كنت ابعد يعني. بس رجعت هلا عم شارك، وفي ب 2019 في بطوله ماستر، بطوله العالم هي تقام كل سنتين، في عندي ان شاء الله هي السنه مشروع حلو كثير بتمنى انه ساوي، بتمنى ما حاعلن عنه يعني. في اجراءات اول شيء روتينيه بالبدايه وترتيبات اداريه عم بكون فيها، ايه ان شاء الله كمان بنجح فيه، هو انجاز كثير حيكون حلو لسوريا اكيد. يعني اكيد ما رح اتوقف عند حد معين، دائما انا بحب البطوله، بحب التالق، بحب انه اكون دائما متوج يعني، وهذا الشيء انا بقول ولد معي ويعني وكبر لما صرت حائط وتبنيته يعني بالطريقه الصحيحه. صحيح. واكيد البطولات والمراكز الاولى يلي عم تحصل عليها اكيد الشعب السوري فخور فيها، ووطنك بحاجه لها، وخاصه من خلال هي الظروف، ونحن اكيد فخورين بالبطل العالمي فراس معلا. وشكرا كثير على الصباح، وان شاء الله هيك يا رب نستضيفك دائما حاصل على المراتب الاولى. اكيد انا كثير
مسرور بوجودي على الشاشات الإخبارية السورية اللي هي دائما موجودة معنا بقلوبنا. أنا أكيد بدي أوجه كلمة للشعب السوري إنه أنا بفتخر إنه أنا من سوريا، أنا بفتخر إنه أنتمي لبلدي، لجيشي العربي السوري اللي بيعتز فيه، أنا بالنادي الجيش اللي من وزولاتي أنا بهالنادي هذا اللي رباني وخلاني صير بطل. أنا كثير بفتخر باستقبال فخامة السيد الرئيس إلي بمناسبات عديدة، وبطمح إنه كمان يكون باستقباله بأي بطولة بحققها على مستوى العالم، لأنه هو فخرنا وهو عزتنا وهو كرامتنا، وهو اللي خلى سوريا صامدة 7 سنين. أكيد في جيش وشعب، بس في ربان للسفينة ما ترك السفينة لتغرق، ظل هو محافظ عليها ووصل لبر الأمان، فبوجه له كل التحية والاحترام. نحن كثير انبسطنا بوجودك بصباحنا غير يعني البطل فراس معلا، وإن شاء الله دايما هيك من أعلى لأعلى، والبطولات دايما تأخذ المراكز الأولى. شكرا لوجودك معنا، وكثير حلو الوفاء وكثير حلو البطولة تكون واجهة مشرفة للشعب السوري. شكرا لوجودك. شكرا لك الأستاذ.